إذا المشاهدين، بينما يوشك الناخبون الإيرانيون على التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، أثارت تصريحات مدير حملة المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان احتمال رفع حكومته أسعار المحروقات مخاوف الإيرانيين، ولطالما أدى رفع أسعار المحروقات في إيران إلى موجات غضب خاصة في عام 2019، إذ أدى وقتها رفع أسعار البنزين إلى تظاهرات في حوالي 100 مدينة وبلدة بجميع أنحاء إيران. وبعد تصريحات مدير حملة بزشكيان، اتهم المتشددون بزشكيان بالتخطيط لزيادة أسعار الوقود بمقدار 8 أضعاف، بينما زعم معسكر بزشكيان أنه في حال فوز منافسه سعيد جليلي فإن سعر الوقود سيزيد 12 ضعفا، بينما حذر متظاهرون خلال تجمع مؤيد لجليلي من رفع أسعار الوقود. ويرى خبراء أنه بغض النظر عن شخصية الرئيس الإيراني المقبل، إلا أنه من المرجح أن تشهد إيران ارتفاعاً في أسعار المحروقات. في عام 2019 رفعت إيران الحد الأدنى لأسعار البنزين بنسبة 50% إلى 15,000 ريال إيراني للتر. كما أنفقت إيران 52 مليار دولار على دعم الوقود في عام 2022 بحسب الوكالة الدولية للطاقة، إضافة إلى 36% من إجمالي ناتجها المحلي بواقع 127 مليار دولار على دعم النفط والكهرباء والغاز الطبيعي أيضا. ورغم ذلك إلا أنه لا يزال سعر البنزين الإيراني من بين الأرخص في العالم، ويرجع ذلك جزئيا إلى المساعدة في إبقاء التكاليف منخفضة للعاطلين عن العمل.